إذا أول شراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين ومجمع برحال، تهدفها التكوين والتعليم المهنيين ومجمع برحال من حيث التأطير المادي والبشري والأخذ بعين الاعتبار تأطير أكبر عدد من المتعلمين. على تطوير التكوينات التي تكتسي أهمية في مختلف النشاطات المتعلقة بمهام الحرف الأساسية للشركة. هشام موحدي عبد الله بلال سهام صغيري المواري.